انا بقالي نو سنه. سنه شغال ولا طالب؟ لا شغال عادي. بحب اشارك النهارده في اليوم الانتخابي اول يوم، والحمد لله ان شاء الله المصريين مشرفين في كل بلد في العالم. يعني أول مرة أنتخب في حياتي، فأنا سو اكسايتد. أنا أنتخب وربنا يحفظ مصر ويبعد عنها كل شر. ده أهم شيء. إن هو يعبر عن الموقف اللي إحنا فيه النهاردة، لأن بلدنا بلد جميلة، مصرنا مصر كبيرة طول عمرها وهتفضل كبيرة. مصر بتعيا بس ما بتموتش. هي مصر وشعب مصر وشعبها بكل واحد فيها، وربنا يولي من يرضى يا رب العالمين. احنا طبعا بنتكلم من منطلق ديني طبعا، يعني طبعاً. ان مصر دايما فيها كنوز، اكيد فيها دايما فيها كنوز، وربنا لما اخرج المعتدين عليها دايما اخرجهم من كنوز، اكيد طبعا اخرجهم من جنه. طبعا مصر دايما جنه لينا، اكيد طبعا باهلها وبناسها وكل حاجه. ما فيش شك ان في بعض الازمات في كل مكان، لان طبعا احنا في عالم فيه ازمات اقتصاديه كتيره وكده، فلازم احنا نتاثر، بس المفروض اننا احنا نصبر ونتعاون مع دايما مع المسؤولين في كل حاجه ان شاء الله. يعني بالاخر احنا عايزين كلنا في ايد بعض، اكيد ما لناش دعوه مين الاحداث اللي بتحصل حوالينا. بالظبط احنا لو تشتتنا هنضيع، هي دي لازم نبقى كلنا مع بعض.